نبتدي ان شاء الله على بركه الله السيشن نمبر 4 ان كلينيكال سكيلز اللي احنا ابتديناها دي. ذا فاينل وان از كارديولوجي تشيست اند ابدومين اكزامينشن فور ان نيفرولوجيست. فور ان نيفرولوجيست مينينج ذات ان احنا مش هقول ديتيلز كتير في بعض الايتم، لكن اي ويل هايلايت ان بعض الايتمز المهمه التي تهم النيفرولوجيست. نحط في بالنا نقطه مهمه جدا، ان السيريس اوف كلينيكال سكيلز كلها هتبقى المذاكره فيها بالتدريج، يعني ابتدي من بارت 1 2 3 اند فاينلي باي نمبر 4 اند ذا فاينل اللي هي النهارده. احنا خدنا في الفتره اللي فاتت الجنرال اكزامينشن وخدنا الفاسكولار اكسس اكزامينشن، وتقريبا غطينا كل حاجه واهتمينا بكل حاجه في الجنرال اكزامينشن. النهارده هو اللوكال اكزامينشن. قبل ما نبتدي المحاضره احب جدا ان انا اشكر شركه روش على مساعدتها لينا بان هم ادونا الزوم المفتوح في العدد وفي خاصيه ان احنا يبقى فيها ريكوردينج. على اساس ان شاء الله هذه كل مكان المحاضرات دي موجوده ان شاء الله هتفيد اجيال واجيال. هنبتدي على بركه الله النهارده ان شاء الله الكارديولوجي الكاردياك اكزامينشن. اللي يهمني في الكاردياك اكزامينشن، اي كاردياك اكزامينشن بتكلم على الشست اكزامينشن والكارديولوجي اكزامينشن والبيشنت انكفر. اول حاجه ان لازم البيشنت يكون uncovered. If you want to discover, you must uncover. الكارديولوجي بيعتمد على two items مع بعض، ألا وهو الانسبكشن and palpation. ما فيش inspection لوحده وpalpation لوحده، والاثنين مع بعض. يعني عينك على البيشنت cardiac examination وإيدك في نفس الوقت موجود. إيه البوينت اللي أنا ممكن أبص عليها في الكارديولوجي في الانسبكشن والpalpation؟ ان انا احدد مكان الايبكس و I can feel الايبكس. الايبكس نورمالي في الفيست انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين زي ما انا شايف كده بالارو. الميد كلافيكولار لاين بيبقى هنا موجود الايبكس. الايبكس بيبقى وصفه ان هو بيبقى جنتل تاب. لو انا مش حاسه في هذا الوضع من العيان، انا ممكن احس ان العيان يطلع ينام على جنبه الشمال شويه. خلي بالك لما ينام على جنبه الشمال شويه بيبقى الايبكس خرج بره شويه الميد كلافيكولار لاين، يعني بيبقى بيفضل في الفيس ميد كلافيكولار لاين، لكن هنا لما بينام على جنبه الشمال بيبقى بره الميد كلافيكولار لاين. بعد ما بحس الايبكس بشوف اذا كان في ثريل موجود ولا لا مع بقيه البالسيشن زي ما هنشوف. في سكارز او بريفيوس operation ولا لا، ممكن يكون العيان عامل open heart surgery. في scars قبل كده من valve replacement ولا لا، في اي pulsation موجودة ولا لا. خلي بالك الجزء بتاع left parasternal area ده left، ده الاسternal. left parasternal اللي محطوط عليها الايد ده بتاع right ventricular hypertrophy. لما نيجي نسألك هل العيان عنده مثلا core pulmonale ولا لا، بشوف الليفت بارا استيرنال بالسيشن، لا اما احسها بايدي كلها لا اما احسها بصوابعي بس. الايد نفسها الجزء ده من النكل ده افضل جزء اقدر احس بيه الثريل. الثريل عباره عن ايه؟ الثريل عباره عن بالتابل ميرمر. هو بالتابل ميرمر دي كلمه ثريل. يبقى انا في انسبكشن والبالبيشن بشوف اذا كان في بريكورديال بالج ولا لا، بحس الايبكس مكانه وشكله ايه، وبحس اذا كان موجود اذر بالسيشن ولا لا. عندي الليفت باراسترنال بالسيشن رايت فينتريكل، السكند انتركوستال سبيس بتاع البالمونري، والسكند انتركوستال سبيس تو ذا رايت بتاع الاورتيك اريا. بالنسبه للناس اللي داخله ماستر في عندي حاجه بنسميها لوكالايزد ايبكس وديفيوز ايبكس. لوكالايز خلي بالك بتغلط فيها الغلطه دي، كلمه لوكالايز غير كلمه ديفيوز. ممكن يكون لوكالايز يعني الباوندريز كلها موجوده، يعني انا حاسس الايبكس،
موجود الايبس في ايدي، ممكن يبقى اللارج الايبس بس ستيل لوكالايز، يعني هو ليه مكان محدد. ما الكلمه ديفيوز يعني ايه؟ ديفيوز باي ديفينيشن ان وان اوف ذا باوندري، يعني في جزء مش موجود مستخبي ورا الاسترنم، يعني كل التشيست ده في بالسيشن، وده اللي بيجي مع الرايت فينتريكولار هايبرتروفي. الليفت فينتريكولار هايبرتروفي والرايت فينتريكولار هايبرتروفي بيعملوا اكيد displacement of the apex، سواء اذا كان downward and to the left او اذا كان outward مع ال right ventricle. ال common symptoms of heart disease لازم نتكي قوي على الحاجات ال items دي، اذا كان في chest discomfort or chest pain، اذا كان في dyspnea، وخدنا في الجزء الاول الدسمية والاورتوبنيا والباروزيسمال نوكتورنيا الدسمية ونتكلم فيهم ان ديتيل، البالبيتيشن، ولازم نتكلم في البالبيتيشن الاونست بتاعها بيجي للعين ازاي، صادم اونست ولا جراديوال اونست. الاونست بتاعنا ده هل هو ممكن يكون مثلا في عيان بيجي له تاكي اريزميا صادملي، وممكن يكون عنده ساينس تاكي كارديا. هنا الحاجات دي بتيجي جراديوال اكتر. الريجولار ساينس تاكي كارديا بتيجي تهمنا في الكيدني ديزيز، لو العيان عنده انيميا، لو العيان عنده تايرو توكسيكوزس، او العيان عنده هارت فيلير. سينكوب، ساعات السينكوب ده بيبقى مهم في النفرولوجي لانه ممكن يجي من كذا سبب. هو هنا في الكارديولوجي معناه انه له كاردياك اوت بوت ستيت، ممكن يكون مع رابت اريزميا بتقلل الكاردياك اوتبوت. طيب احنا ناخد بالنا من ايه؟ كلمه سينكوب، الديفينيشن بتاع سينكوب ايه؟ يعني ايه الديفينيشن اوف سينكوب؟ اللي يعرف الديفينيشن اوف سينكوب يكتبه على الشات، لان ده من ضمن الاساسيات بتاعتنا في الكلينيكال اكزامينيشن. وات از ذا مينينج اوف سينكوب؟ ابراهيم عمر كاتب ترانزيانت لوس اوف كونشس، ترانزيانت لوس اوف كونشس، رشا ترانزيانت لوس اوف كونشسنس، هو هنا الاجابه سادن جيهان سادن لوس اوف كونشسنس، هو هنا الاجابه نص، الاجابه هنا نص الدرجه. ليه؟ لان ترانزينت لازم ازود عليها حاجه، يعني هو ترانزينت مومنتري، يعني بياخد جزء من الدقيقه، ترانزينت مومنتري لوس اوف كونشس. طب انا لو وقفت لغايه هنا ترانزينت لوس اوف كونشس، ممكن يخش معايا حاجات كتير جدا، زي مثلا العيان اللي ممكن يجيله مثلا عنده ابيليبسي، صح كده ابراهيم عمر؟ قال ديو تو سيريبرال هايبو بيرفيوجن، يبقى او زينب ما كاتبه ديكريز سيريبرال بلاد فلو، يبقى ترانزيانت مومنتري لوس اوف كونشسنس ديو تو ديكريز اوف سيريبرال بلاد ترانسفيوجن او هايبو بيرفيوجن. هو ده الترمينولوجي الصح اوف سينكوب. يبقى نقوله تاني، ترانزيانت مومنتري لوس اوف كونشسنس due to low or decreased cerebral perfusion. أسبابه low cardiac output state, high aortic stenosis, cardiomyopathy, atrial myxoma دي بتيجي في الفيميل، بيبقى فيها بيديكل ذا تيومر 90% منه بناين وممكن يقفل الفالف. الإديمة خدناها in detail وقلنا الإديمة of heart failure، نجاوب الديفينيشن أو الميكانيزم او ايه شكل الاديمه بتاعت الهارت فيلر اللي اتفرق لي ما بينها وما بين النفروتيك سيندروم. قلنا كذا نقطه ممكن يفرقوني من الكاردياك كوز اوف اديما، هارت عبد الله صح، ديو تو فينس كونجيشن، وغالبا بيبقى كمان معاها بيجمنتيشن اوف ذا سكين ديو تو رابتشر كابيلاري من الهاي فينس بريشر.
طيب هي دي السيمتوماتولوجي، وزي ما اتفقنا ما حدش ابدا يقول سيمتوم من غير ما يقول لها اناليس. السيمتومز اللي ممكن تبقى موجوده الديسنيا والاورثوبنيا والكاف، فراتي سبيوتم، بالور، سويتنج، دول بيبقى اكتر مع اللو كاردياك اوت بوت. تاكي كارديا دايما التاكي كارديا بتيجي مع الريجيرش، الفالف ريجيرش، مايترال او ترايكاسبيد او اورتيك ريجيرش، اللي هي الحالات اللي بنسميها فوليوم هايبر دايناميك ستيت على الهارت. الكراكس اللي هي فاين كريبيتاس موجوده في اللانج وهنشوفها ونسمعها حالا. الاديمه بتبقى موجوده، العيان بيجي له ليه اورتوبيا؟ لان هو لما بينام فلات بيزيد الري ابزوربشن اوف فلويد فروم ذا تيشو انتو ذا بلازما، وبالتالي بيعمل اكتر نوع من انواع الفلويد ريديستريبيوشن انتو ذا لانج وبيعمل لي لانج كونجيشن. علاوه طبعا لما بينام العيان شويه فتره ساعه ساعتين بيجي له باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، والباروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا نتيجه برضو اللوس اوف سمباثيتك درايف مع الابزوربشن اوف ايديما. في جميع الاحوال لازم سواء الحاله كارديولوجي او تشيست او رينال، لما اجيب سيره الديسنيا لازم اجيب سيره البروكسيسمال نكتيرنال ديسنيا والاورتوبنيا، ممكن اجيب سيره التريبتومنيا لو انت عارفها، اجيب سيره الكاف والفروزي سبيوتم والهيموليسيس هناخده ان ديتيل، لان الهيموليسيس من الكاردينال ساين في النفرولوجي. الهارت فيلير كلاسيفيكيشن تبقى عارف بس الكلاسز من كلاس 1 الى كلاس 4. الكلاس 1 في الهارت فيلير سيمبتوم سيفيريتي بيبقى نو ليميتيشن، يقدر يشتغل فيزيكال اكتيفيتي، داز نوت كوز فاتيج ديسنيا اور بالبيتيشن، بيبقى غالبا هو عباره عن كلينيكالي ستيبل. الجريد 2 بيبقى فيه سلايت ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي زي لكن العيان دول بيبقوا كومفورتبل ات ريست، يجي يقوم يا دوبك يخش الحمام ينهج ويتعب. الماركت ليميتيشن ليس ذان ان اوردينري اكتيفيتي، ما يقدرش يمشي مشوار، ما يقدرش يقوم من على السرير ويقعد على الكرسي. والجريد 4 ده سيمبتومز اوف كونجكتيف هارت فيلير ايفن ات ريست، وده غالبا بيجي مع حالات الكارديو مايوس. مهم قوي 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 السكرين دي بتاعت الليموبس. ليه انا مهتم جدا بالليموبس؟ ايه علاقه الليموبس بالنفرولوجي؟ يعني ايه علاقه الليموبس بالنفرولوجي؟ حاجات كتير نقدر نقول كده على الشات كده برين ستورمنج، ايه علاقه الليموبس بالنفرولوجي؟ فاسكولايتس، فاجنر، جود باشر، لوبس، انتي جي بي ام، فاسكولايتس، بالمونري رينال سيندروم من اسماء حسني، هجي لك اسماء في البالمونري رينال سيندروم ان ديتيل. بالمونري رينال سيندروم كل ده علاقه حميمه، لكن ما ننساش برضو ان كل الحالات دي رير. الكومن عندنا ايه؟ الكونجيشن، البالمونري كونجيشن، العيان اللي عنده بالمونري اديما. اللوبس ليه كذا مانيفستيشن في التشيست من ضمنها البالمونري امبليز، من ضمنها حاجه مهمه جدا بيبقى ريزد دايافراجم في التشيست، وده اللي بنسميه ترينك لانج سيندروم، بيبقى اللانج فوليوم قليل والدايافراجم بيبقى عالي. لو احنا وصفنا الكلام ده كله هنلاقي الاجابات تعتمد على اير واي ديزيز زي برونكوجينيك كارسينوما، كارسينويد، سيستيك فايبروزس، برونكو فاسكولار فيستولا، فورين بودي، نمونياز. ممكن يبقى عندي انفكشن بجميع انواعها، ممكن يبقى عندي اوتو اميون ديس اوردرز زي ما انتم شفتوا كده الانكا اسوشيتد فاسكولايت وجود باشر سيندروم، ممكن يكون كاردياك ليجن عامل بالمونري كونجيشن، اشهرهم على الاطلاق المايترال
ستينوزس، لان ده اول محطه من الفينس من البالمونري ريتيرن، وبالتالي الميتر ستينوزس من اعنف الفالف ليجنز اللي يعمل لي بالمونري كونجيشن وبالمونري فايبروزس. بعد كده الميتر ستينوزس ليه تو فيزز. الفيز الاول بيبقى فيه سيفير هيموفسيس، الفيز الثاني الهيموفسيس بيقل. ليه الهيموفسيس بيقل في الميترال ستينوزس مع البرولونجد ميترال ستينوزس؟ لان بيحصل حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه بيحصل بالمونري هايبرتنشن، وده بيقلل الكونجيشن. يعني العيان اللي بيحصل ميترال ستينوزس مع الوقت بالمونري هايبرتنشن بيقلل الفلو للبالمونري اريا، يقل الكونجيشن. نمره اثنين، من الكرونيك كونجيشن بيحصل كابيلاري ثيكننج، وبالتالي الهيموفسيز بيقل، الرابتشر كابيلاري بتقل. في اسباب ثانيه بس مش كومن زي الدي اي سي فون بروبرام ديزيز التروماتيك والايه ودراجز ودراج انديوس. احنا يهمنا ايه في الفايل ده، في السلايد ده، يهمنا قوي 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 الجزء بتاع الاوتو اميون ديس اوردر. يعني ما ينفعش تغلط فيه، هتقول بقيه الاسباب، لكن دايما احنا كنفرولوجي مستنين الجزئيه دي. ده البالمونري رينال سيندروم اوتو اميون ديس اوردرز. البيشنت مي بي بريزنتد باي هيموفسيس مع الرينال مانيفستيشن، وهو ده من اعنف الامراض اللي ممكن تيجي في النفرولوجي، اللي تحتاج انك انت تبقى صاحي وواعي، لان اسبوع اتنين الكدني هتبقى فيها اند ستيج ديزيز، وتبقى فيها كيرسنتيك جلومينوفايت. طبعا خدنا في النفروباثولوجي استاذ الدكتور عصام نور الدين الجود باشر سندروم، وازاي الجود باشر سندروم الكيرسنت بيبقى اوف ذا سيم ايج في الكريسنت، وبيبقى ديفيوز وبيبقى عنيف جدا. البالمونري رينال سيندروم بيبقى اوتو اميون ديس اوردر افكتنج سمول بلاد فيزلز اوف ذا لانج، بيحصل انفلاميشن از ويل مع الكدني بلاد فيزلز، وممكن العيان يجي بسلسله من الاعراض المبدئيه with or without even actual hemoptysis. ده التيبيكال برزنتيشن للبالمونري رينال سيندروم في وجود هذا العنف الشديد في السي تي. هنلاقي ان كل الفاسكليتشر بتاعت اللنج وباي لاترال فيها عنيف جدا كونسوليديشن. باي لاترال ميكسد كونسوليديشن اند جراوند جلاس ابيرنس اوباسيتي ويز اميد تو لور زون بريدومينانس a mixed coarse interlobar space. The pulmonary renal syndrome combination of rapidly progressive glomerulonephritis and diffuse alveolar hemorrhage. هما الاثنين دول ما يميزوا البالمونري رينال سيندروم. ناخد بالنا من النقطه دي، مش عشان الاكزام، عشان لو جالك عيان وما لحقتوش هيبقى مشكله كبيره جدا انك انت ما عرفتش تشخص. اي ثينك ان في اويرنس قوي قوي بالنسبه لدكاتره النفرولوجيست مع الجزئيه بتاعت الرابيدلي بروجريسيف الار بي جي ان مع الديفيوز الفيلر هيموريدج. اسبابه كتير، هنتطرق ليه 1 اور 2 سلايد لان هو بيوند الكلينيكال سكيل. وهنقول بسرعه كده ان ذا تيرم بالمونري renal syndrome describe a clinical syndrome which is characterized by the presence of both diffuse alveolar hemorrhage and GN, usually rapidly progressive glomerulonephritis. Whatever can it ANCA-associated vasculitis, anti-glomerular basement membrane disease, ANCA-negative vasculitis, drug-induced vasculitis, and autoimmune connective tissue disease زي systemic lupus والpolymyositis والmixed connective tissue
ديس اوردر، والسيستميك طبعا اسكليروز. وده الكلاسيك فيو بتاعنا في حالات البالمونري رينال سيندروم اذا كانت انكا اسوشيتد او نون انكا اسوشيتد فاسكولايتس بالانواع المختلفه بتاعتها والتريتمنت بتاعنا. اي ثينك ان احنا في الفتره الجايه هنتطرق للجي ان، لكن خد بالك من موضوع البالمونري رينال سيندروم وديفيوز الفيلر هيموريدج مع جلوميرولونيفرايتس بالاسباب المختلفه، عشان لما تتسال في الكلينيكال تبقى اوير لما تيجي تقول للعيان نو هيموبسيس في ديسنيا بات نو هيموبسيس، السؤال اللي جاي لك ايه على طول؟ طب انت ليه يا دكتور بتسال على هيموبسيس؟ هتقول له عشان البالمونري رينال سيندروم. طب يعني ايه بالمونري رينال سيندروم؟ هتقول لي يعني ايه؟ يعني ديفيوز الفيلر هيموريدج بلس ار بي جي ان وليها انواع مختلفه، سواء اذا كانت انكا اسوشيتد او نون انكا اسوشيتد فاسكولايت. هو هنا مدخل الحوار والدسكشن مع بعض. لازم تبقى واقف برضو مالك نفسك في الامتحان الكلينيكي، ما تتهزش، بس انا بديك بعض الهنت ازاي الحوار بيمشي. خلي بالك ما فيش دكتور استاذ بيبقى نازل من بيته وقال بس انا هروح للطالب ده اساله السؤال ده، لا. هي بتعتمد على الحوار اثناء الحاله. بتقول لي جمله، بيجي في بالي سؤال، بسالك السؤال، تبقى انت واقف على ارض صلبه بتجاوب السؤال، باخد بيه واقول لك برافو كمل، او شايف ان اجابتك ناقصه اقول لك طب فكر شويه. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن اتطرق فيها للنظري لانها حاجه مشهوره في علاقه الهيموبسيس بالكيس، سواء اذا كانت لونج او شورت كيس في النفرولوجي. بالنسبه للام دي والماستر بيبقى عليهم جزء كبير قوي، طب هتعالج ازاي؟ طب ايه الرول البلازما اكستشينج بلازما فارسز؟ طب ايه كونسيدر الاي في اميونوجلوبين ولا لا؟ كل الكلام ده بيتاخد على اساس ديسكشن على الحاله. بيجي امتى؟ بيجي من كلمه واحده، الهيموبس. طب افرض انت ما جبتش سيره هيموبس، ما سالتش، يبقى انت نسيت من المرحله دي. لا ما نسيتش، اقول لك انت غلطت انك ما سالتش عن هيموبس، لانه من الحاجات المهمه في النفرولوجي. نخش على بند تاني من الكارديولوجي اللي هو الشيست بين. اي بين في الدنيا، ايه الاسئله اللي بسال على البين؟ بجاوب على الشات. ايه اللي انت بتسال عليه لما يجي لك اي بين في اي مكان؟ لازم تعمل له اناليسيس كويس. تايب، كاركتر، سيفيريتي، برافو، راديشن، شورت ولا برولونجد، وات انكريز وات ديكريز، كل الكلام ده كله مهم قوي. التشيست بين هنا ممكن يكون ليه كذا سبب، ممكن يكون بلوريزي، والبلوريزي هنا لو دايفراجماتيك بلوريزي هنا يعني جوه الجزء بتاع الدايفراجماتيك بلوريزي ممكن يا اما تسمع في البطن يا اما تسمع في الانتير تشيست وول على حسب الدايفراجماتيك بلوريزي موجود. العيان اللي عنده بلوريزي بيبقى كاركترستيك بيبقى عنده شورت بريدنج شالو بريدنج، لانه كل ما بياخد نفسه بيوجع. امتى الوجع بتاع البلوريزي يروح؟ يعني العيان ممكن يجي له بلوريزي يومين ثلاثه بس الوجع بعد كده راح. امتى الوجع بتاع عيان عنده بلوريتيك تشيست بين يروح؟ ده سؤال كلينيكال. بالظبط كده، برافو زينه وهاني واشرف، انتوا ممتازين. ومروان وايفون بيقول فيوجن كويس. ليه؟ لان هو البين هنا جاي من الفراكشن ما بين البرايتال بلورا والفيزايتال بلورا، وده بيعمل بين.
الفريكشن ده بيعمل بين، عشان كده لما بيحصل افيوجن البين بيقل. البيريكاربايتس بطلنا نشوفه من زمان قوي، لكن برضه ممكن تتسائل فيه، وشكل البيريكاربايتس بيبقى على الانتيريور تشيست وول. الانجينا بيبقى على الانتيريور تشيست وول وليها البروباجيشن بتاعها. المارترال فالف برولابس مهم قوي، مهم، لانه ممكن يجي في 10% من النورمال بوبيليشن، بيبقى كمان اسوشيتد مع الى حد كبير بالبيتيشن، ريجولار بالبيتيشن. الابدومينال بيبتيك ألسر يعني بيبقى غالبا في الابيجاستريم. الجول بلادر بين برضو ممكن يبقى يسمع في الانتيريور تشيست وول، لان ده كل ده جاي من نفس الديرماتوم اثناء الامبريولوجي، عشان كده ده بيحصل فيه راديشن. الاتريال فايبريليشن وعلاقتها بالنفرولوجي مهمه جدا، لان الاتريال فايبريليشن ممكن تكون نتيجه الكترولايت امبالانس، ممكن يكون اسكيميك هارت ديزيز، ممكن يكون اسوشيتد كوندكشن بروبلم او كارديوميوبثي في الهارت. فاتريال فايبريليشن لازم ابقى عارف how to differentiate atrial fibrillation من نوع من انواع الاكسترا سيستولي. دايما بنبص على البالس ديفيسيت، اشوف البريفرال بالس كام والكاردياك بالس كام، واشوف الديفيسيت غالبا بيبقى اكتر من 10. الاتريال فايبريليشن مهم كمان في الدياليسيس بوبيليشن، وهيبقى ليه علاقه، وهيبقى مدخل ليه سؤال، هو علاقه الاريتميا عامه في عيان الدياليسيس بايه، في البوتاسيوم تشينج اثناء الهيموداياليسيس ستيشن. عبد الله بيقول اسوشيتد وذ ادلت بوليسيستيك كيدني ديزيز، وارد يبقى فيه بايكاسبيد اورتيك فال، ممكن يبقى معاه اسيدوزيس، لكن هو طبعا اغلبيتها بيبقى الكترولايت ديستربنس زي ما خالد بيقول. طب تعالى ناخد حته بقى لطيفه كده مع بعض تهمنا كدكاتره نفرولوجي. العيان بيبتدي البوتاسيوم بتاعه بكام؟ ب7. جاي لك العيان ببرادي كارديا، والبرادي كارديا دي كان بوتاسيومه 7، نزل لغايه كام؟ لغايه 5 بعد ساعتين من الجلسه. والعيان فاق واتبسط، والناس قرايبه اتبسطوا ان العيان اللي كان جايين بيه وشايلينه بقى بيتحرك ويتكلم وضغطه عالي والبالس ريت اتحسن. ويبتدي ينزل الى اخر الجلسه لحدود الـ4، لكن بعد الجلسه بيبتدي يرجع تاني اللي بنسميه الريباوند. نمره 1 في السؤال، هاو ميني بوتاسيوم ملي مول are removed by a single hemodialysis session. نجاوب. الجلسة الواحدة بتشيل حوالي قد إيه من البوتاسيوم؟ كم ملي مول بوتاسيوم بيتشال أثناء الجلسة؟ أنا مستني المزاد يزيد شوية. 3. 3 مللي مول بتشالوا بس، انا بتكلم توتال، توتال مللي مول اللي بتشال من البادي ديورينج ا سنجل هيموداياليسيس ستيشن. انتوا مش فاهمين السؤال صح، خلي بالك انا بقول كام اتشال كتوتال بوتاسيوم. ابراهيم عمر هو الاجابه الصح من 80 الى 100 ملي مول، وال 80 ل 100 ملي مول دول تقريبا ينزلوا البوتاسيوم حوالي 2 عن اللي هو ابتدى بيه، عشان كده بيحصل ايه؟ ريباوند. يعني كده 7 شلت حوالي 100 ملي مول، بعد كده لقيته بعد 3 4 ساعات هنا رجع تاني ل 5 ونص، فمعنى كده انه ال 100 ملي مول يا دوبك سمعوا لي في كام، في السيرم بوتاسيوم عالي. عشان كده الناس اللي بوتاسيومها بتيجي عالي لازم تاخد خطوة من 2، تدي جلسة أطول في الزمن عشان تشيل أكبر قدر ممكن، نمرة 2 تستخدم البوتاسيوم ريزن على أساس إن العيان ده in between الجلسة ما يجيش. What is the safest
ليفل اوف بوتاسيوم ويندو قبل الجلسه. يعني انت اقول للعيان هو المفروض يجي بوتاسيوم قد ايه قبل الجلسه عشان يبقى ان سيف سايد. وات از ذا ليميت؟ وات از ذا ويندو؟ خلي بالك نقص البوتاسيوم خطر، زي ما زياده البوتاسيوم خطر، زي ما جاوبت كده اسماء ما بين 4.5 الى 5.5. 3.5 خطر يا ابراهيم، وفوق ال 5.5 خطر. عشان كده دايما نقول من 4.5 الى 5.5 اللي في الايه؟ اللي في السيف سايد. طب تعالى بقى احنا دكاتره كلى حريفه وندخل على الكارديولوجي ونقول يا بتوع الكارديولوجي لا احنا فاهمين كويس ان موضوع الصوديوم بوتاسيوم ده شانلز او بامب بيبقى بطيء جدا جدا في خروج البوتاسيوم من السيل، وبالتالي بيبقى فيه هنا ايه؟ ريباوند. وقلنا ان البوتاسيوم ريباوند نتيجه ان الثلاثه ميكانيزم بتوعي اوف ريموفال، سواء اذا كان ادزوربشن او كونفكشن او ديفيوجن، هو في الاخر مرتبط بايه؟ مرتبط بالسيلولار ترانسبورت. السيلولار ترانسبورت عندنا ثلاث انواع، ان الموليكيول تخش من السيلز لبره، عندنا الباسيف ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن. فرق ما بينهم ان بيبقى فيه ايه؟ ريسبتور على السيل ممبرين. والاكتيف ترانسبورت هو ده بقى الاكتيف ترانسبورت اللي بيحتاج صوديوم بوتاسيوم اي تي بي بامب. ده الميكانيزم. البوتاسيوم ريموفد باي دياليسيس باي ديفيوجن نوت باي كونفكشن. طبعا كونفكشن بيبقى حاجه بسيطه، لكن هو مينلي باي ديفيوجن. وات از ذا مولكيولار ويت اوف بوتاسيوم؟ هو اكبر من اليوريا ولا اصغر من اليوريا؟ المولكيولار ويت بتاع البوتاسيوم هو اكبر ولا اصغر من اليوريا؟ اصغر، لان هو حوالي 36، اليوريا 60، المولكيولار ويت 60 دالتون، حاجه يعني صغيره جدا. لكن شوفوا بقى عشان نفهم الدياليسيس، ان على الرغم الصوليد ده اصغر من اليوريا، لكن الريموفر ريت بتاعه اصعب لانه يعتمد على السيلولار ايه؟ ترانسبورت. اليوريا سهله قوي، اليوريا بتطلع كده من السيلز للبلاد والانترستيشن سريعه لانها باي فاسيليتيتد ديفيوجن، لكن البوتاسيوم لا. طب تعالى نشوف بقى هيحصل ايه اثناء الجلسه. في حاجه اسمها ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن. ديبولاريزيشن هتسمع معايا في الكونتراكشن في الكيو ار اس اللي هنا. اتريال ديبولاريزيشن هيديك البي ويف، ترانسميشن ليها في الديبولاريزيشن للفنتركل هيديك الكيو ار اس ويف. بعد كده الهارت لازم يدخل في مرحله ينام فيها شويه اللي هي مرحله ايه؟ الريبولاريزيشن. لو حصل اكسايتيشن في مرحله الريبولاريزيشن على طول يخش العيان في اريتمي، وده اللي بيعمله الرابيد شيفت اوف بلازما بوتاسيوم، يخلي الوقت بتاع الريبولاريزيشن قليل، وبالتالي يحصل نشاط سريع تاني في الفنتركل من غير ما ياخد وقته، وده بنسميه ديو تو امبيرد ريبولاريزيشن ديبولاريزيشن سايكل. هنا زي ما انتم شايفين، لو هنرجع تاني الفيديو، بص على اللاين الاحمر، ادي الاتريال كونتراكشن عملت لك البي ويف، عشان كده البي ويف بتروح مع الاي اف، يحصل اي بي نود ديلي، يحصل اكسبين للاكسايتيشن، يعمل لك الكيو ار اس، بعد كده يهدى خالص ويخش فين؟ في ريبولاريزيشن. البوتاسيوم بقى من عمق البوتاسيوم تك بيقلل المده بتاعه الريبولاريزيشن، ويبتدي على طول العيان يخش في اكسايتيشن واريزميا، وممكن ايفن سادن ديث. كاردياك اوسكالتيشن هنتكلم عليها وهنسمع الميرمت.
عايز اقول حاجه مهمه قوي، لازم تبقى كدكتور نفرولوجيست عارف الاماكن اللي بيتسمع فيها الميرمر. نمره اتنين التايمينج بتاع كل ميرمر. نمره تلاته البروباجيشن بتاع كل ميرمر. الميرمر عباره عن تيربلانس اوف بلاد فلو. يعني ايه تيربلانس؟ يعني بيعدي في مكان فيه زحمه، وده الميرمرز بتاعت الاستينوزس نتيجه تيربلانس اوف بلاد من جزء من مكان لمكان. او السبب الثاني ان انا اسمع ميرمر هو الهاي جاش اوف بلاد، كميه كبيره من البلاد بتروح من هاي بريشر الى لو بريشر. زي ايه؟ زي عيان عنده ميترال ريجيرش، كميه من البلاد كبيره جدا عدت من هاي بريشر اللي هو ليفت فينتريكل، راحت فين؟ راحت الليفت اتريوم. هنا اسمع ايه؟ ميرمر. يبقى الميرمر سببه حاجتين، تيربلنس اوف فلو زي المايترال ستينوزس، او هاي بريشر فلو من هاي بريشر اريا تو لو بريشر اريا زي المايترال ريجير. البروباجيشن بقى اللي دايما تغلطوا فيه هو اناتوميكال. البروباجيشن يا جماعه هنا اناتوميكال، يعني ايه؟ يعني عيان الليفت اتريوم توورد ذا اكزيلا، يبقى الميترال ريجيرش رايح للاكزيلا. طيب العيان اللي عنده ترايكاسبيد ريجيرش هو بان سيستوليك ميرمر برضه ومسموع الترايكاسبيد اريا، بس البروباجيشن فين؟ راحت الرايت اتريوم، يبقى البروباجيشن بتاعه فين؟ توورد ذا رايت اتريوم. الميترال ستينوزس جاي من الليفت اتريوم الى الايبكس. طب هو ليه سكه ثانيه؟ لا ملوش سكه ثانيه. يبقى الميترال ستينوزس ميرمر ايه؟ از لوكالايز، لانه ملوش سكه يروحها، هو هنا كان المكان. الاورتيك ستينوزس البروباجيشن فين؟ من الايبكس على الاورتيك اريا لغايه الارش على الروت اوف ذا نيك. هو ده كلمه ايه؟ بروباجيشن. هسمع الايبكس، هسمع الترايكاربيد اريا، هسمع البالمونري اريا، وهسمع الايه؟ الاورتيك اريا، واحدد اذا كان في ميرمر ولا لا. تاني مش عايزك تتخض، لو انت مش سامع الميرمر قوي مش هنحاسبك قوي، مش هتبقى دي المصيبه الكبرى، لكن لما تيجي تقول لي مايترال ريجيرش ده دايستوليك ميرمر، لا نقول لحضرتك بقى ايه؟ لا استنى معانا بقى شويه كده، واقعد كده واهدى، لانك انت بتقول كلام مش في محله، صح؟ يبقى احنا لازم نفهم الكلام ده حتى لو مش سامعه. تعال نشوف اتي الانسبكشن اند بالبيشن. بيبص على ايه؟ بيبص على بريكورديال بالش، بيدور على الايبكس، بيحط ايده على الايبكس في الفيس ميد كلافيكولار لاين، انسايد الميد كلافيكولار لاين، مكان الايبكس اهو. الجزء ده بنسميه البير اريا اوف ذا هارت، اللي هو من الريب الرابع للسادس، يعني على السبيس 4 و5 عشان الامبيديما. الاوسكالتيشن عندي حاجتين في السماعه، الكون والديافراج، الكون بتاع اللو بيتش والديافراج بتاع الهاي بيتش. الحاجة الوحيدة هنا في المنطقة دي باللو بيتش أو لو فريكونسي هو الميترال ستينوز. آدي الجزء بتاع الإيبس أسمع، جزء بتاع السكند هنا تحت السكند على طول أورتيك أريا، سكند أورتيك أريا، والجزء بتاع البالمر. هو هنا بيسمع بإيه؟ بيسمع بالدايفراج، يعني عايز يسمع هاي بيتش. هاي بيتش ولو بيتش الفرق ما بينهم الفريكونسي. يعني زي ما نيجي نقول هايبوثايرويد او ميتيديما بيبقى له بيتش، ده نتيجه صوت خشن. هو حاطط ايده هنا ليه؟ عشان هو بيقول لك مش عارف توصل ان الميرمر ده سيستوليك ولا دايستوليك، يبقى حط ايدك على الكاروتيد، لكن مش مفروض تحط ايدك، ده كده عشان انت فور تريننج، لكن في الاكزام ما تحطش ايدك وانت على الكاروتيد. اللي بيروح ناحيه السكند اورتيك اريا وبيروح ناحيه الفيرست اورتيك اريا والروت اوف ذا نيك هو الاورتيك ايه؟ استينوز.
ممكن نفس الحكايه هنا في البالمونري ستينوز. المايترال ستينوزس بينزل فين؟ لوكالايزد على الابيس. بيحس البالبيشن، يسمع الاورتيك اريا ويسمع كمان البالمونري اريا والسكن اكسنتويتد هارت ساوند. المعمر اوف اورتيك ستينوزس ممكن ايفن يتسمع على النك لانه فيري لاود ميرمر. الميرمر بتاع الاورتيك ريجيرش بيتسمع اكتر على سكند اورتيك اريا وبيبقى اكتر لما العيان يقوم يقعد. المالترال ستينوزس ممكن يظهر اكتر زي ما قلنا لانك انت بتقرب الايبكس من الشيست وول. المايترال ريجيش هيروح فين؟ هيروح ناحيه الليفت اتريوم اللي هو هنا، يبقى رايح ناحيه فين؟ رايح ناحيه الاكزيل. تعال نشوف الكلام ده تاني. انا مش عارف الصوت مسموع ولا لا عندكم. هل الصوت مسموع او مرمر؟ عموما احنا هنحط الفيديوهات دي على الجروب. هسمعك انا زي ما كنا بندرس زمان للطلبه الهارت ميرمر على ايديا. سامعين كده؟ ده الفيرست والسكند هارت ساوند. ده الايجكشن سيستوليك ميرمر. هارش فيزيكولر شورت سيستوليك ميرمر. البان سيستوليك ميرمر بيبقى سوفت. يعني ايه سوفت؟ ما هوش بالخشونه دي. وبيبقى مور برولونجد ان تايم. يهمني قوي انك انت تسمع في الجزء ده كسؤال. زي ما اتفقنا مش هيبقى هو بالقدر الكافي. نرجع تاني ونقول ده الكاردياك ساوند. عموما الفيديوهات هتتوزع عليكم على الجروب على اساس انك انت تسمع. كلمة جالوب معناه ان انا عندي فيرست وسكند هارت ساوند بلس اديشنال ساوند. يعني ايه بلس اديشنال ساوند؟ يعني معايا ثلاثه او اربعه. What is the definition of gallop? Is first, second heart sound plus third or fourth heart sound. هل ده يكفي ان انا اشخص بيه؟ مش كافي للتشخيص. ليه مش كافي للتشخيص؟ لان محتاج ان هو يكون معاه تاكي كارديا، يعني ثيرد اند فورث هارت ساوند بلس تاكي كارديا. يبقى انا كده هو المهم ان انا اشوفه. هنرجع تاني ل ما تقلقوش اللي مش سامع على الفيديو، هوزع عليكم الفيديوهات على الجروب بحيث نقدر نسمعها افضل من كده.
لو انت سامع الهارت ساوند، هنا بيبقى ساعات مهمة قوي بالنسبة لنا الانوسنت ميرمر. الانوسنت ميرمر ساعات بنسميه، او مهم قوي بالنسبة لنا في صورة حاجة بنسميه هيميك ميرمر. هيميك ميرمر ده في عيانين الانيميا، والعيانين الانيميا دول بيبقى عندهم هيميك ميرمر، بيبقى سوفت ميرمر موجود على البيس اوف ذا هارت، على السكند اريا، على الجزء بتاع الثيرد انتركوستال سبيس اند اباف، ده بنسميه الهيميك ميرمر. ممكن يكون الهارت ساوند فيها اكسنتويشن، ما هوش مهم قوي برضو. تاني واكد لكم تاني، اللي ما سمعش ميرمر هنسمعه على الجروب، هبعت لكم الفيديوهات، لكن ما هوش الخطوه الاساسيه اللي تقول لي ده هيبقى فيه مشكله او مش هيبقى فيه مشكله في الاكزامينيشن. الاس 1 والاس 2، ودايما بنبقى عارفين الاس 2 عباره عن تو كومبوننت، واحنا اثرنا هذه النقطه اللي هي اورتيك كومبوننت اند بالمونري كومبوننت. الاورتيك كومبوننت دايما بيسبق شويه البالمونري ايه كومبوننت. خلينا هنا في الحته الجزء ده، لما عيان يجي له بالمونري هايبر تنشن تقول ان العيان عنده اكسنتويتد بالمونري كومبوننت اوف ذا سكند هارت ساوند. هنا دايما بيبقى البالمونري ايه كومبوننت، وده اللي بيجي مع حالات البالمونري هايبر تنشن. الجزء ده بتاع الهارت الليفت باراسترنال اريا، ده الجزء بتاع الرايت فينتريكل، عشان كده دايما نقول رايت فينتريكولار هايبرتروفي. بلاقي هنا هيف او بالسيشن في الجزء ده، يهمني ايه؟ يهمني حاجات كتير جدا في النفرولوجي. يجوز العيان عنده بالمونري كونجيشن، عنده فوليوم اوفرلود، ممكن الاقي لو عين ده العيان بالمونري هايبرتنشن يبقى لازم الاقي رايت فينتريكولار ايه هايبر. هنا ده في الشيت، دايما تبقى عارف يعني ايه سيستوليك ميرمر، هو الريجيرش مع الهيميك ميرمر، ممكن يبقى مايترال، ممكن يبقى ترايكاسبيد، ممكن يبقى هيميك ميرمر بتاع الانيميا. مش هنتطرق كتير في الكارديولوجي. المايترا ريجير بيتسمع على الايبكس وبروباجيتد توورد الاكزيلا، ولان هو رايح بيه ناحيه الليفت اتريوم، وبيبقى بان سيستوليك ميرمر ورايح ناحيه الاكزيلا. ده المايترا ريجير بان سيستوليك رايح ناحيه الاكزيلا، اعرف الكلمتين دول كويس جدا. الترايكاربت بيبقى هنا على الترايكاربت اريا عند الديف ستيرنم، لكن البروباجيشن فين؟ رايح ناحيه تو ذا رايت اوف ذا سترنم. هنا المايترا ريجيرش وهنا الترايكاز ريجيرش. في حاجه تاني تفرق الترايكاسبيد ريجيرش من المايترا ريجيرش في البروباجيشن ولا لا؟ نجاوب. ايه اللي يفرق تاني غير البروباجيشن سايت؟ ايه المانوفر اللي اعملها ان انا افرق الترايكاسبيد ريجيرش من المايترا ريجيرش؟ ابراهيم، عمر، increase with inspiration. بالظبط كده، لان الانكريز اوف inspiration بيزود البلاد ريتيرن، فصوت الميرمر يزيد، ده اللي بنسميه increased with respiration. الاورتيك ريجيرش بيبقى early diastolic، بيبقى موجود على السكند اورتيك اريا، وبيبقى very soft flowing murmur. اشخص الاورتيك ريجيرش بايه؟ لو انا مستمع الميرمر بالبريفرال ساين، وخدنا المره اللي فاتت الكوريجن ساين والووتر هامر بالس بيبقوا موجودين في حالات الاورتيك ريجير، لازم تبقى عارف ان هو ايرلي دايستوليك ميرم.
الميتريال ستينوزس بيبقى رامبلنج ميد دايستوليك ميرمر، وبيبقى لوكالايزد على الايدز. تايمنج، اعرف التايمنج ويكفيك انك انت تبقى فاهم فين بالسمع وفين بروباجيشن بتاعه. مش مهم قوي انك انت مش عارف تسمع. هنا المفروض البريس ساوند، انا مش عارف برضو سامعينها ولا لا، لكن هو البريس ساوند هنا بتبقى موجوده على العيانين دول في حدوث الليفت فينتريكولار كونجكشن، بتسمع فاين بيزل كريبتس على الباك من فاين كراكس وريز نتيجه البالمونري كونجكشن. كده سامعين؟ ده النورمال بريس ساوند. بيبتدي يظهر هنا فاين كراكس اللي هي بتيجي في الاخر خروشه دي. الخروشه الاخرانيه. سمعكوا تاني الميرمر لان انا ظبطت حاجه كده على الزوم. ده الميترال ريجير والبانس ستوليك ميرور بتاعه. الصوت اللي احنا سامعينه ده البريس ساوند، والفيرست والسكند هارت ساوند. اتمنى تكونوا سامعينه دلوقتي. ابتديت ادخل على الايبكس، الصوت زاد قوي على الايبكس، لو مش سامع كويس خلي العيان يكتم نفسه. ادي الجالوب، سامعين الجالوب؟ ادي مع اقدر اقول اس 3 ولا اس 4، صعب شويه لكن هتلاقيه عباره عن 3 اند 4 او سميشن جالوب. ده سيستوليك ايجكشن، سيستوليك ميرمر. اللي بتسمع اب تو ذا نيك.
ايجكشن سيستوليك ميرمر. هتلاقوه هارش وراديتد توورد ذا نيك. الهيمك ميرمر بيبقى سوفت زيه بالظبط بس سوفت، ومسموع فين؟ على البيز اوف ذا هارت، وده بتاع الانيميا، اوعى حد يغلط فيه، ده شغلنا احنا. نرجع تاني على نهاية الكارديولوجي بالفايل ده، ان احنا ممكن نذاكر يا دوبك الفايل البي دي اف، الكلمتين اللي موجودين على كل كلمة، والفاين كراك الموجودين، وندخل على الجزء الثاني من الشات. كده هنخش على الشيست. الشيست طبعا انتوا عارفين الرايت والليفت لانج، وكل واحد فيهم عباره عن 3 لوب. وات از يور دايجنوزس هنا؟ طالما بقى بنتكلم على الشيست، البركاشن بتاع الكارديولوجي بقى اوبسوليت، يعني في حالات البريكارديال انفيوجن، وما بقاش من الحاجات المهمه. واتس يور دايجنوزس؟ وات دايجنوزس هنا؟ هو يعني مش جليز ده قوي، هو ساينوز تانك في سنترال ساينوزس، وزي اللي احنا خدناهم قبل كده، ما تنساش تبص على التانج وتفتح بق العيان مره واحده. وات از ابنورماليتي هنا اللي موجوده على التشيست؟ هنلاقي الراجل يعني كده مش رافع كتافه كده بمزاجه يعني. لا البيجن يا ابراهيم بيبقى في زي بيجن زي الحمام يعني، لكن ده تيبيكال البارل شيب، لان الانترو بوستيريور دايمتر ده قد الترانسفيرس دايمتر، وبيبقى الشيست مرفوع لفوق، لان ده الوضع اللي العيان بيحاول يزود فيه البريفنج، فده التيبيكال بارل شيب تشيست. وات از ابنورماليتي هنا؟ هو في الاثنين سكوليوزس مع كايفوزس، وده طبعا بيأثر على اللنج فانكشن. ادي الشيست، عندي ابر لوب ميدل لوب ولور لوب. هتلاقي ان الباك واخد الباك ده كده، الباك بتاع العيان، اللور لوب واخد الماجوريتي في الباك. اللور لوب في الانتيرير تشيست وول مساحته قليله، لكن في الباك هنا ايه؟ هو اللي واخد المساحه الكبرى، عشان كده بنقول في فاين بيزل لانج كريبيتيشن على الباك، لان هو كل اللوب اللور لوب فين؟ في الباك. دي الاناتوميكال بتاعنا عند السيفن سكابيلا، عند السيفن هنا في السكابيلا، والبارامترز بتاعتي هنا اللانج دايما تخلص عند 10، لكن بتاخد معاها البلورا بتديني اتنين سبيس عشان اللنج تقدر تعمل في الانسبيريشن تاخد المساحه دي. هنا البركشن اوف ذا باك مهم بالنسبه للنفرولوجي. مهم جدا. ليه؟ لان البلورال افيوجن، البلورال افيوجن افرقها ازاي ما بين سب دايفراجماتيك دالنس؟ يعني افرق ازاي ما بين بلورال افيوجن من سب دايفراجماتيك دالنس يكون عنده اي حاجه تحت الدايفراج. حاجه بنسميها التايدل بيركاشن زي ما بتقول دكتوره زينب. التايدل بيركاشن ان هو كلمه تايد، احنا بنعرف كلمه تايدل لكن مش عارفين جت منين. التايدل هو المد والجذر،
يعني يروح معاك ويرجع معاك، عشان كده بنسميه تايدل بيركشن. طبعا لو الجزء اللي هو السبدع الفراجماتيك ده كان فيه الدالنس، على طول لما ياخد نفسه على طول الدالنس هينزل لتحت، وبالتالي يبقى فيه ريزونانس. ده بنسميه التايدل بيركشن. هنا كل ده الاناتوميكال تبصوا عليه جاست في البي دي اف فايل. الميد اكزيلري لاين، الانتيرير اكزيلري لاين، والبوستيرير اكزيلري لاين، هيهمنا الجزء ده قوي دلوقتي في الابدومين والابدومينال اكزامينشن. دي الطريقه اللي انا بقدر اشوف بيها الاكسبانشن، الفوليوم اكسبانشن من التشست، او ان انا اقيس التكتايل فوكال فريمت. خلي بالكو انت مطالب في امتحان الزماله انك انت تكون مذاكر الكارديولوجي والشيست والابدومين، مش بالقوه بتاعت ماستر البطنه. اه معاك، لكن ما ينفعش البيسك دي تكون ما انتش عارفها. آه رشا بتسالنا ممكن تاني التايدل بيركشن. بص يا رشا، لو انا جزء عندي هنا فيه دالنس في الباك، دالنس، الضلمة دي مش عارف انها جايه من اللنج ولا الضلمة دي جايه من تحت اللنج، يعني من الابدون، فانا باجي هنا بعمل بركاشن بلاقي فيه ضلمة، واخلي العيان ياخد ديب بريثنج. والله الضلمة لو من تحت الدايفراج يعني في الابدومين، اللنج هتغطي الضلمة دي وتبقى ريزونانت. لو الضلمة دي جوه اللنج او البلورا، الضلمة دي هتبقى متواجده سواء العين خد نفسه او ما خدش نفسه. هي دي التايدل بيركشن. الجزء ده مهم قوي لان هو الهارت هنا مش كفرد، وده اللي بنسميه البير اريا اوف ذا هارت. البيركشن اوف ذا بير اريا هو الريزونانس هنا او الهايبر ريزونانس اللي هنا، هو خد بالك من العلامات المؤكده لحدوث امفيزيما. لو قلت لك ايه الدياجنوستيك لاند مارك عندي في الانفيزيما، هتقول لي هايبر ريزونانس. ماشي يا سيدي، ممكن تيجي مع عيان عنده اكيوت ازمه، هتقول لي عيان عنده هارش فيزيكولار بريدنج، هقول لك مع كرونيك برونكايتس، هتقول لي العيان مش عارف عنده بارل شيب تشيست، هقول لك يا سيدي بيلعب حديد بيعمل اي حاجه. لكن العلامه المؤكده لوجود انفيزيما، لان الانفيزيما باي ديفينيشن اللي هي انفليشن اوف ذا الفيولار سبيس، لكن مش كده وبس، زائد ديستراكشن اوف ذا انتر الفيولار سيبتم، يعني كله فتح على بعضه. عشان كده الدياجنوزيس اوف انفيزيما ترو دياجنوزيس ما عندكش غير مين؟ اتنين حاجتين، اللنج تيجي تغطي على البير اريا اوف ذا هارت، ادي واحد، او اللنج تكبر وتغطي على الليفر. يبقى انا كده عندي التو ساينز اوف انفيزيما، لازم كلكم تبقوا عارفينها، ان انا اعمل بركاشن على البير اريا اوف ذا هارت اللي هي من 4 ل 6 ريب، يعني 4 و5 سبيس، الاقيهم ريزونانت. ريزونانت بايه؟ باللايت بركاشن. تاني، اول ساين من الانفيزيما ان هي وجود ايه؟ لايت بركاشن على الفورس سبيس، الاقيه بدل ما كان ضل بتاع الهارت اللنج غطيته. تاني ساين ان اللنج المفروض تخلص هنا عند الفيس ريب، واحد اتنين تلاته اربعه الخامس، لو لقيت الريزونانس بتاع اللنج نازل بعد كده يبقى غطت على الليفر، وده بنسميه انكروشمنت على الليفر ضل. عايز ده بيقول هايبر انفليتد تشيست، صح؟ هايبر انفليتد يعني مليانه هواء كتير يا عزت، لكن لا يساوي انفيزيما، لان هايبر انفليتد تساوي هواء زياده، انفيزيما تساوي هايبر انفليتد بلس ديستراكشن اوف ذا الفيولار وول، وده اللي هيعمل الكروشمنت او ان اللنج تكبر. طب هل الانفيزيما بس هي الوحيده اللي تكبر اللنج؟ لا، خدها مني كده جمله ما حدش هيسالك فيها، والاكروميجالي لو ايه الاثنين دول بيكبروا اللنج. ده البركشن فايف على التشيست، نادرا ما بنحتاجه، لكن لو طلب منك اهم حاجتين البير اريا واللور لوب اوف ذا لانج او السبان اوف ذا ليفر.
الكوربالمونال، وات از ذا ديفينيشن اوف ا كوربالمونال، وده يا مس النيفرولوجيست. يعني ايه كوربالمونال؟ الإجابة هنا هو الإجابة يعني تعتبر مش دقيقة، يعني مش صح، مش دقيقة. هو رايت فينتريكولر، تعال معايا رايت فينتريكولر، ماله هايبرتروفي ويد اور وذاوت فيلير، يعني ممكن العيان ما يبقاش عنده فيلير. يبقى الكوربالمونال رايت فينتريكولر هايبرتروفي يا محمد ويا مروان، right ventricular hypertrophy with or without failure نتيجة lung disease، يعني مش mitral stenosis، يعني نتيجة عيب في اللنج. طب ايه النفرولوجي اللي بيعمل كوربالمونال؟ البالمونري شاور. الناس اللي عندها لوبس يعمل كوربالمونال، اه. الناس اللي عندها بالهارديال نفروباثي وعندها بالمونري هايبرتنشن، بعض الاسباب اللي ممكن تعمل كوربالمونال. اعرفه منين؟ ازاي اشخص كوربالمونال في عيان عنده انفيزيما؟ نجاوب، لان ده برضو من ضمن المطبات، الناس اللي داخله ام دي، الناس اللي داخله ماستر. صح يا وسام، رايت فينتريكولار هايبرتروفي ويز اور ويزاوت فيلير، سكندري تو لانج ديزيز. هدى حموده سيستميك فينس كونجيشن، ماشي، ما يشخص برضه، ما يقولش يعني، ما ممكن العيان without failure. بالعقل والمنطق ازاي اشخص right ventricular hypertrophy؟ ان انا الاقي pulsation عشان اسمي بجور بالمونال، لازم الاقي بغض النظر في اديمة او ما فيش اديمة، يعني احنا قلنا diagnosis with or without failure، يبقى الاقي right ventricular hypertrophy. الرايت فينتريكولار هايبرت هعرف منين؟ هتلاقي عندك علامتين كبار، يا اما ليفت بارا سيرنال بالسيشن، يا اما ايبيجاستريك بالسيشن. طب ما احنا لسه قلنا العيان اللي عنده انفيزيما، هو اساسا الانفيزيما مغطيه على الهارت، يبقى ده على طول ما عندكش الليفت بارا سيرنال بالسيشن، اللي هو العيان كوربالمونال نتيجه انفيزيما. يبقى الدياجنوزيس هنا باي ابيجاستريك بالسيشن. يبقى ده كوربالمونال رايت فينتريكولار هايبرتروفي ويز اور وذاوت فيلير، واسبابه كتير. هنا زي ما انتم شايفين في ابيجاستريك بالسيشن، واضحه؟ الابيجاستريك بالسيشن هنا يا اما تيجي من الاورطه، يا اما تيجي من الرايت فينتركل، يا اما تيجي من الليفر. هنا هتخبط في صوابع من فوق، يبقى على طول جايه من الايه؟ الرايت فينتركل. ولو انت ناصح شويه هتلاقي ان العين ده كمان عنده بارل كيب شيست. الليفت باراستيرنال بالسيشن هنا مش هتشوفها من الانفيزيما، لكن هتشوف هنا ايه؟ الابيجاستريك بالسيشن. هو ده اللي بيشخص لي الكور المناسب. ممكن كمان يبقى عندي اكستنسيف بالسيشن في الشيست وفي الابدومين، بس هنا جاي منين؟ هنا الابدومين ديفيوز بالسيشن زي ما انتم شايفين، مش ابيجاستريك بس، ومحسوسه فين؟ ببطن صوابعي، مش بطراطيف صوابعي، زي ما كنا حاطط الايد وكده، يعني مش بيخبط في الصوابع من فوق، ده بيخبط في بطن الايد. ده العيان ده عنده ابيجاستريك بالسيشن نتيجه اورتيك دايلاتيشن. نسمع بقى كويس شويه حاجات في الاوسكالتيشن اوف ذا تشيست، سامعين؟
النورمال فيزيكولار ساوند الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. اسمع تاني، الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن. ده الاكسبيراتوري ويدث ليها بيوتيكال كواليتي وبتبقى هاي اور لو بيتش. وممكن يحصل مع البالمونري كونجيشن. بتبقى اكسبيراتوري لان ديورنج الاكسبيريشن البرونكاي بتبقى اضيق من اثناء الانسبيريشن، عشان كده دايما الويزز تيجي في مرحله الاكسبيريشن مش الانسبيريشن. ادي الفيزيكولار بريدنج، انسبيريشن بيبقى اطول من اكسبيريشن. ده بيبقى هو عبارة عن ان هو النورمال لازم الانسبيريشن بيبقى اطول. الهولو او البرونكال بريدنج بيبقى في جاب ما بينهم. تعال نسمع ونشوف الفرق ما بينهم Over ازاي. the trachea is a useful way to enable students to distinguish between normal vesicular breathing or bronchial breathing that they may encounter in the lung. الصوت بيبقى هولو الكاركتر، زي ان واحد عيان بيتنفس في اوضه فاضيه، ده اللي بنسميه البرونكيال ساوند او برونكيال بريدنج، ودايما يجي مع حالات الكونسوليديشن او النمونيا. However, ده بالنسبه للتشيست اكزامينشن. هيتبقى لنا الابدومينال اكزامينشن، وزي ما قلنا تاني ده الكورس ده مخصص للنفرولوجيست. طبعا اللي داخل ماستر باطنه او ام دي باطنه لازم هيبقى مور ادفانسد عن كده. تعال نشوف الابدومينال اكزامينشن. ابدومينال بيهمنا كتير قوي في النفرولوجي، سواء اذا كان عندي ترانسبلانتيشن حاله نازله ازاي اعمل لها اكزامينشن، او سواء اذا كان العيان عنده اذر كونديشن او كيدني بالوتمنت. ده الناين كومبارتمنت اللي موجودين على الابدومين، والناين كومبارتمنت دول هم الابيجاستريم والامبرايكال والفلانكس رايت وليفت، هنا الهايبو في المنطقه بتاعت السوبرا بيوبيك اريا او هايبوجاستريم، والرايت هيباتيك والليفت ابدومينال فليكشر، الليفت الياك والرايت الياك فليكشر. دول الناين كومبارتمنت بتوعنا. اللي يهمني هنا فيهم ايه؟ الليفر، السبلين، البلادر والاسايتس. هم دول يهموني كتير جدا ان انا اعرف هاو تو اكزامين. بعد كده بشوف في البالوتمنت في الرايت والليفت كدني. ده بالنسبه للابدومينال اكزامينشن. ممكن احس بالسوبرفيشال والديب بالبيشن، ممكن احس ماس في الابيجاستريم او في الليفر، ممكن الليفر يبقى عندي محسوس، ممكن يبقى عندي افايتس، ممكن يبقى عندي سبلينو ميجالي. والسبلين هنا بينزل اللارجمنت بينزل في هذا الدايركشن لان هو جاي من الاكسس ده،
السبلين كاركترستيك بيبقى فيه نود. لو حسيت الليفر نورمالي بيبقى راوند راوند ايدج. لو الليفر شارب يعني وحاسه بايدك بوضوح قوي يبقى على طول في سيروزنج بغض النظر. هنا يهمني كمان الليفر سبان، دايما بتنسوا موضوع الليفر سبان. وات از ذا نورمال ليفر سبان في الرايت وفي الليفت لوب؟ وات از ذا نورمال؟ نجاوب على الشات. تقريبا زي ما انتم كاتبين ان هو بيبقى يوجوالي ده حوالي 8 سم الليفت لوب، والرايت لوب ممكن يوصل حوالي 12 سم في هذا الجزء. طيب ابص على ايه تاني عشان في بتسالوا على الشات ايه الانسبكشن. هتبص على الانسبكشن في الابدومين اذا كان في سكارز مهمه قوي، هتبص اذا كان في بالسيشن مهمه، هتبص إذا كان في أورجانوميجالي ظاهرة تحتيك، هتبص إذا كان في بلج موجود في الأبدومين ولا مفيش بلج في الأبدومين. كل ده باي انسبكشن. تعال نخش عليه أنت اكزامن. آدي السبلينوميجالي، وبتلاقي السبلينوميجالي هنا بيبقى جاي من الليفت أكزيلاري إيه كده ونازل بهذا السايز، والليفر بينزل ستريت فورورد. ما تقدرش تقول الليفر سبان قد ايه غير لما تجيب من هنا الابر بورد باي ديب بيركشن. يبقى انا لازم امشي 100 كلافيكولار لاين اجيب الابر بورد واعمل بالبيشن واشوف السبان ده قد ايه اوف ذا ليفر. هنا البالوتمنت والليفت والرايت اكزامينيشن. هنا بحس السبلين، هنا بحس السبلين بس ايدي سنده من ورا، ممكن كده وممكن كده. يعني انا شايف ان الطريقه دي بتبقى ما فيهاش مشكله. لكن في حاجه سالناها على الشات، حاجه بنسميها سبلينك ساين او سبلينك بيركاشن ساين، هناخدها حالا. لكن دي وضع ايدك ده مهم في الاكزامينيشن اوف ذا سبلين. البركشن اوف اسايتس الشيفتنج دولنس، عشان باجي في النص ابعد عن البلادر ميد واي واعمل بركشن هنا. خلي بالك ما اجيش عند الامبلايكس، لان كتير قوي من حالات الابدومين بتبقى الامبلايكس هنا ايه شيفتد داون وورد. منين؟ من البريشر العالي اللي هنا من الاسايتس، الاقي الامبلايكس نزلت لتحت. اعمل بركشن في النص لغايه ما يوصل للجنب الشمال، خلي العين ينام واعمل بيركشن يبقى ريزونانت. لغايه هنا ما شخصتش اسايتس، لازم اكرر اللي انا عملته بس على الجنب الاخر، وده اللي بنسميه شيفتنج دالنا. هاو ماتش فلويد في الابدومين عشان يحصل منه شيفتنج دالنا، يعني عشان الاقي شيفتنج دالنا محتاجه قد ايه؟ نجاوب على الشات. يعني العيان بطنه يبقى فيها قد ايه عشان يحصل شيفتنج دالنا؟ طبعا هو المينيمم على حسب طبعا بطن العيان وحجمه قد ايه يعني، لكن بيبقى في حدود 2 لتر، من 1.5 ل 2 لتر. اوكي ده عشان يديني بوزيتيف ساين. هنا الترانسميشن ان العيان لو عنده تنس اسايتس يحط ايده في النص، العيان يحط ايده في النص وانت تعمل الترانسميتد فايبريشن من هنا وتحس بايدي التانية. ده لو عندي ايه تنس اسايتس. خلي بالك تنس اسايتس قلناها قبل كده ان كلمة تنس اسايتس تساوي ان العيان عنده كمان من زيادة الابدومينال
فوليوم بيبقى عنده كونجستد نيك فين. يعني من ضمن علامات التنسيفايتس ممكن العين كمان يبقى زود الضغط في انترا ثوراسيك بريشر، وبالتالي ممكن يبقى عنده كونجستد نيك فين. examination of the screen. ده الجزء ده اللي بنسميه splenic percussion sign. هو هنا لقى resonance، ده مش معناه ان السبلين ما هوش intercostally enlarged، فبياخد بيلاقي resonance ويقول العيان ياخد deep inspiration. هيجيب السبلين من فوق لتحت وهو حاطط صباعه تاني، عمل بيركاشن في الجزء ده بقى ريزونانس. هل معناه مفيش سبلينوميجالي؟ لازم العيان ياخد ديب انسبيريشن ويلاقي الريزونانس ده قلب لضل، يبقى ده انتركوستالي انلارجد سبلين، ودي اللي بنسميها سبلينيك بيركاشن ساين. ده لو انا مش حاسه. عن المسلماني بيسأل هل لازم اعمل شيفتنج دانس حتى لو انا شايف العيان ما عندوش اسايتس؟ يعني يا علي على حسب كل حاله، لكن لو شايف ان العيان يعني يفضل في اي ابدومينال اكزامينيشن انك انت تعمل. في سؤال تاني انا مش فاهمه. على الشات كومبارتمنت سيندروم. كومبارتمنت سيندروم انا مش فاهم يعني قصدك على ايه. ممكن لما نخلص المحاضرة نفتح الميكروفون وتجاوب. How to examine the liver. لما انتم شايفين كل الكلينيكال سكيلز بنحاول نعرضها على الفيديوز. هنا بيعمل بيركاشن تايدر بيركاشن عشان يجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر مع البالبيشن. ممكن بايد واحده وممكن بايديه الاثنين. هو الدكتور اللي هنا ده مفتري شويه، بحس بايديه الاثنين وبأطراف صوابعه. أنا بحب أتعمل بالإيد بالجنب مش بأطراف الصوابع، يعني دي بتبقى عنيفة شوية. هيحس الليفر بأطراف الأصابع. المصريين بيحبوا إنها تعمل بالإيه جنب الإيد. ده السكراتشنج ساين، يعني هي الطريقة كده ايه بنتحايل بيها عليها، انك تحط السماعة على الليفر وتعمل سكراتش بصباعك. كل ما هتقرب هتسمع السكراتش هنا في السماعة، فتعرف ان الليفر هنا مكانه. دي طريقة تحايلية شوية، ما تعملهاش قدامنا. يعني لو انت مش متأكد الليفر مكانه فين، كل ما هترفع وتحرك صباعك كده اول ما هتلمس الليفر على طول السماعه هتسمع صوت السكراتشنج بتاعك. يبقى ده مكان الليفر. في الميد كلافيكرا لاين لازم اخد بالك، ادي الاسبان ده يا جماعه، لازم اجيب الابر بوردر ولازم اجيب اللور بوردر في الميد كلافيكرا لاين عشان اعرف هو كام سنتي بالظبط. البلوتمنت، ودي من اخر الحاجات اللي احنا هناخدها، الرايت كيدني بلوتمنت، ايد ورا في اللاين وايد في الابدومين، بزق بايدي اللي ورا واحس بالايد اللي قدام الكيدني لما تتحس. نورمالي الكيدني ما بتتحسش. الرايت بول كيدني ممكن احس جزء منها في الرايت بول بتاعها، اللور بول، في الفيري سين انديفيدوال.
لكن دي طريقة البلوتمنت أو بالبيشن أوف ذا كيدني الرايت والليفت. أعلق على السايز، أعلق على السيرفيس، أعلق عليه. مهم قوي 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 البلوتمنت ده في حالات البوليسيستيك كيدني، لأنها ممكن تفرق أو يبقى في ديفرنشال دايجنوزيس ما بين انلارجد كيدني وانلارجد سبليت. ده الليفت سايد بالوتمنت، ايديا الاثنين على الكيدني بزق بايد وبحس بالايد الثانيه. اوسكالتيشن اوف ذا ابدومين مواج ذات قيمه قوي، ممكن الاسئله بتاعته رينال ارتري ستينوزس بروي، كلمه بروي يعني ميرمر، بس ميرمر بتتقال على الهارت، بروي بتتقال بره الهارت. ممكن لو العيان عنده ترانسبلانتد كيدني ممكن اسمع برضو ستينوزيس او ميرمر على ترانسبلانتد ايه كيدني. دي اخر سلايد في الكلينيكال سكيل. اتمنى ان كنتوا بعد ما تشوفوه كويس تذاكروا من اي كتاب كلينيكال، لان ده هيبقى مفيد جدا جدا بالنسبه لكم، ان يبقى معاك الاثنين، معاك الكتابه ومعاك صوتي، فتقدر انك انت ما يبقاش فيه الهلع اللي موجود ده، وما يبقاش فيه الخوف من امتحان الكلينيكال اللي هو اصعب حاجه دايما بتقابلوها. لان ببساطه شديده امتحانات الكلينيكال هو المشكله العظمى دايما في الامتحانات. انا هوقف الريكوردينج دلوقتي، واتمنى لكم فعلا جود لك مع هذه الحدوه بتاعت اللي هو من ما تتحسدوش، لان كنتوا ان شاء الله هتبقوا زي الفل، وتمنياتي بالنجاح. هنوقف الريكوردينج وناخد الاسئله لو فيه.